بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الثالثة من الأهلي ليلة مع واحد نجوم مصر والنادي الأهلي الكابتن أمير عبد الحميد. ازيك يا كابتن؟ حبيبي يا عمر، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، شرفت منورني. انا سعيد ان انا معاك النهارده وطبعا في بيتي قناه النادي الاهلي، فطبعا ان شاء الله تبقى حاله لطيفه. كابتن امير، حضرتك حاليا مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، عايز اعرف حضرتك بقى ايه الاخبار وطمنا كده على الاكاديميه والولاد، وهل ان شاء الله في خامات مبشره ان شاء الله يقدر قطاع الناشئين يستعين بيها الفتره اللي جايه؟ بص، هو الحمد لله احنا الاكاديميه السنه دي كابتن خالد بيبو عامل طبعا يعني حاله جامده جدا، وخصوصا ان هو كان السنه اللي فاتت احنا اولادنا اصلا في اكاديميه النادي الاهلي سواء انا او كابتن خالد بيبو، فهو كان في سلبيات شويه السنه اللي فاتت، فهو عارف السلبيات وعارف الايجابيات ايه هي، فهو السنه دي الحمد لله عامل حاله كبيره جدا وعامل شغل كويس جدا. والحمد لله احنا عندنا كذا فرع سواء بره مصر او في المحافظات، يعني عندنا فروع كتيره جدا اخرهم في السويس وقريب جدا هبقى المانيا ان شاء الله، فهو عامل شغل كويس جدا جدا والحمد لله عنده ثقه كبيره جدا في مديرين الفروع اللي هم موجودين في النادي الاهلي، والحمد لله يمكن انا واحد منهم. كابتن خالد بيبو طبعا صاحبي وحبيبي جدا واخ بالنسبه لي، وانا مبسوط جدا جدا ان انا اتعاملت معاه، وانا كنت طبعا مبسوط ان انا كنت بلعب معاه في النادي الاهلي، فعاملين حاله الحمد لله كويسه. هدفنا السنه دي الحمد لله ان احنا نطلع لعيبه كويسه جدا في الاكاديميه، الحمد لله عندنا لعيبه كويسه جدا جدا في الاكاديميه، ان شاء الله دول هيبقوا امتداد للنجوم بتوع النادي الاهلي. وانت عارف ان اللاعب يبقى من هو صغير طبعا يعني يعرف يعني ايه نادي اهلي ويعرف يعني ايه مكسب ويعرف يعني ايه دايما يبقى فاعل مش رد فعل في المباريات، ودايما بيلعب على مكسب. فيمكن احنا كان حظنا ما كانش كويس ايام ما كنا بنلعب واحنا صغيرين، ما كانش في حاجه اسمها اكاديميه، انت كنت بتيجي من الشارع او من اي نادي صغير وبتدخل في اختبارات عادي. السنه دي السنه دي بتشترك عادي وبتتعلم وعندك مدربين كويسين جدا شغالين كويس ولهم اساميهم، واللعيبه الحمد لله حظها كويس ان هي بتتعلم، وان شاء الله يبقوا دول امتداد للنادي الاهلي باذن الله. طب يا كابتن، الشارع يعني هل حضرتك شايف برضه ان موضوع الشارع ان هو افضل شيء بيطلع لاعب كره قدم، ولا الاكاديميه دلوقتي بقت لا تختلف عن كره الشارع، او اللاعب لما يلعب مع اصدقائه سواء في نادي او سواء في المدرسه، هل حضرتك شايف ان الاكاديميه حاليا بقت بتقدم نفس الشيء اللي بيقدمه كره الشارع او الكره اللي في المدارس او الكره اللي في النادي؟ انا بتكلم في صناعه اللاعب نفسه. في صناعه اللاعب طبعا نفسه. بص، هو طبعا اللاعب في الاول في الاخر يعني يكون عنده موهبه بتوفر عليه حاجات كتيره جدا، تمام، لكن لما يكون هو ما عندوش موهبه وداخل مثلا في اكاديميات بيتعلم لسه بيتعلم، تمام، حتى ممكن تلاقي في ناس وزنها زايد شويه بس هو بيدفع فلوس عشان يتعلم جوه النادي، بيبقى في ناس بتوع التغذيه، بيبقوا في ناس مسؤوله عن ان هم يطلعوا اللاعب نفسه بشكل كويس، مدربين على اعلى مستوى بيخلوا اللاعب بياخد جرعات تدريبيه كبيره جدا سواء بدنيه او فنيه عشان يطلع يروح القطاع، لان ده الهدف. قطاع انت عارف القطاع بيبقى فارق كبير طبعا. عندنا الحمد لله كمان في القطاع ناس كويسه جدا طبعا، وطول عمر النادي الاهلي بيعتمد على يعني في قطاع كتير جدا، في ناس بتطلع بس في ناس بتطلع حسب المجموعه اللي موجوده في الفريق الاول. يمكن احنا كان على ايامنا ما كانش كنا قليل جدا، كان حسام عاشور بتلاقيه طلع فجاه. انا لما انا كنت على ايام وانا صغير كنت تلاقيني طالع انا واحمد بلال واحمد السيد وفضل يعني ناس كتير مش عايز انسى اسماء، وابراهيم سعيد وجوده والناس دي، بيطلع منهم 3 4 وبعد كده يستنى سنه واحد يطلع تاني وهكذا. فاحنا عندنا الحمد لله قطاع ناس كويسه جدا. الاكاديميه انت بتدخل بتدفع فلوس تتعلم، في ناس عندها موهبه ما بتقعدش وقت كبير ف بتروح القطاع، بتروح القطاع، بتروح حاجه اسمها بنلعب حاجه اسمها دوري او منتخبات اكاديميه، بنختار افضل ناس وبيلعبوا زي دوري ومنهم بنختار ليهم للقطاع. عكس طبعا يعني لما يكون مثلا حد، انا ما اقصدش كلمه شارع بمعنى شارع يعني اصلا، لا انا بتكلم يا كابتن كمان في ايه، انا عايز اسالك سؤال، هل الاكاديميه ريحت اولياء الامور في ان كل ولد موجود عنده ان هو يطلع طاقته بشكل ايجابي في شكل كره القدم، بدل ما كان الموضوع واحد بيحب كره القدم بس ما عندوش امكانيات ان هو يلعب، فبالتالي بقى في اكاديميه بيروح بيقدم بيدفع فلوس مقابل ان هو يتعلم ويضيع وقته في حاجه ايجابيه هتديله مردود كويس في صحته، بيتكلم عن الرياضه وهو صغير، وكمان في نفس الوقت هتفيده ولي الامر ان هو يبقى مركز في حاجتين، الدراسه وكره القدم.
بص هو طبعا انت عندك حق يا عمر في الحته دي. انت عارف في احنا عندنا في الاكاديميه بنختار من سن 4 سنين لحد سن 14 سنه 15 سنه. يعني كل الاعمار موجوده من اول 2002 لحد 2014 موجودين في الاكاديميه. فبالتالي انت عندك فرصه من الولد ده اول ما اتولد بيدخل الاكاديميه على طول. صح. عنده 4 سنين يا دوب بيمشي يا دوب بيتعلم ازاي يمشي بالكوره، يتعلم اساسيات الكوره. يجي السن اللي بعديه بيختلف جسمه اصلا وبيختلف يعني الفنيات بتاعته. سنه عن سنه بتفرق. ف يعني بتبقى حاجه ايجابيه كبيره جدا، خصوصا ان الولد بيبقى مبسوط جدا جدا ان هو بيبقى داخل حاجه يعني النادي الاهلي طبعا. مبسوط جدا، بيبقى اهله تعبانين جدا شويه في المذاكره والمسؤوليه، فبالتالي بيبقى بيخرج الطاقه الايجابيه دي من خلال النادي الاهلي من خلال الاكاديميه. فانا شايف يعني الاكاديميه الحمد لله ليها دور كبير جدا. والموضوع مش بيزنس خالص على يعني الناس. لا طبعا الاسعار اللي حضرتك معلنه دي اسعار زهيده جدا بالنسبه ان انت تشترك بالظبط في اكاديميات سنه بالمبلغ ده. اعتقد ان هو في اكاديميات عمر يمكن انت كمان جيت النادي وشفت في اكاديميات كبيره جدا تدفع مبلغ كبير جدا شهريا مش سنويا. شهريا شهريا لكن احنا بنتكلم على السنه سنوي. احنا السنوي اقل يمكن اقل اكاديميات. تاني حاجه الاكاديميات التانيه بيبقى عندها مبلغ كبير جدا تدخل بيه، في ناس بتبقى قادره في ناس ما بتبقاش قادره ان هي تدخل. فناس تقول لك لا انا بالسالري ده الفلوس دي ان انا ادخل اكاديميه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وبالفلوس دي طبعا النادي الاهلي اقوى، لان انا بيجي لي ناس من بره بيجي يعني في ناس بتبقى في اكاديميات تانيه بيجوا لي اكاديميه النادي طبعًا. الاهلي عشان اسم النادي الاهلي عشان النظام اللي موجود والسيستم اللي موجود الحمد لله محطوط. وبعدين احنا بنحسس الولد ان هو مش حاجه اسمها اكاديميه بس، انت تبع النادي الاهلي، انت بتلبس تيشرتات النادي الاهلي، بتلبس لوجو النادي الاهلي، فانت زيك زي ومعاه نجوم سواء حضرتك او المدربين اللي موجودين او الكابتن خالد بيبو. كمان زياره الكابتن خطيب الفتره الاخيره للاكاديميه اعتقد ان دي خطوه مهمه جدا، وبينت قد ايه الاولياء الامور او اللعيبه اللي موجودين ان فعلا الاكاديميه هو قطاع مهم جدا وجزء لا يتجزا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا عمر الكابتن خطيب طبعا في زيارات على طول في النادي الاهلي. كابتن اسم كابتن خالد بيبو لوحده كبير جدا الحمد لله. انا اسمي كويس موجود في رامي عادل كمان في مدينه نصر، وفي اسماء كتير جدا كان مش عايز انسى اسماء وكابتن محمد عبد الكريم، ناس كتير جدا موجوده الحمد لله اسامي كبيره. فالولد بيبقى شافك في التلفزيون وبعد كده بيجي يشوفك في الحقيقه بيبقى الولد مبسوط. تاني حاجه هو بيبقى نفسه يبقى زيك يعني ما صح مثل اعلى مثل اعلى فطبعا انت بتبقى بالنسبه له قدوه بالنسبه له هو شايفك يعني حاجه كبيره وشافك ان انت ليك اسم ولعبت في النادي الاهلي. طب انت لما لعبت في النادي الاهلي كنت انت سنك زي وانا صغير وهكذا بيقعد يسال نفسه. واحنا في الجيل بتاعنا الاولاد الصغيرين ما بيبقوش عارفين ما بيبقوش متابعيننا طبعا، فبيدخلوا على النت واهاليهم بتدخلوا على النت وبيدخلوا على اليوتيوب والحاجات دي بحيث ان هم يعرفوا مين امير عبد الحميد مين كابتن خالد بيبو وهكذا. فبتبقى حاجه كويسه جدا في الاكاديميه. انا شايف الحمد لله احنا ماشيين وماشيين بشكل كويس. تاني حاجه انت عندك الحمد لله الاعداد كبيره جدا زي ما قلت لك في البدايه، احنا عندنا اكاديميات بره في الدول العربيه وعندنا في مصر كتير جدا سواء في الصعيد او في يعني في القاهره وفي المنصوره واسكندريه، وان شاء الله قريب جدا هيبقى في المنيا. يعني الحمد لله الفروع الحمد لله بتزيد، وزي ما قلت لك احنا لنا رؤيه ان شاء الله ان بنوسع في الاكاديميات عشان نطلع ولاد كويسين وعندهم موهبه يبقوا امتداد للنجوم في النادي الاهلي ان شاء الله. طيب نروح بقى من الاكاديميه للنادي الاهلي، وعايز اعرف راي حضرتك مبدئيا في تعاقد النادي الاهلي مع مستر لاسارتي والتجربه الاورجوانيه لتدريب النادي الاهلي. هي المره الاولى للنادي الاهلي بيجيب فيها مدرسه من الاورجواي، لكن في كده دايما مسلمات او في مقدمات وان شاء الله تكون فيها نتائج كويسه. رؤيه حضرتك من بدايه من وجود المدير الفني ووجوده في المباريات وتدريب حتى المستبعدين كان حريص ان هو يكون موجود، واخيرا في مباراه الاهلي والداخليه، شايف المدير الفني واختياره عامل ازاي؟ بص هو طبعا اكيد الراجل اسم كبير جدا والسي في بتاعه كويس. تاني حاجه ان هو يتابع، وده طبيعي ان هو بيتابع. المدرسه الارجوانيه برضو جديده علينا في التدريب في تاريخ النادي الاهلي عامه، ولكن هو طبعا هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف جاي بيمسك مين في النادي يعني في القاهره وفي مصر وفي افريقيا، عارف اسم النادي الاهلي كويس. تاني حاجه هو عارف طبعا لما لعبنا في كاس العالم كنا بنلعب اورجواي اول ماتش، فتابع اكيد متابع لعيبه المنتخب اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي اللي كانوا من النادي الاهلي في منتخب مصر، فهو عارف اللعيبه.
تاني حاجة هو واضح ان هو مركز جدا، وطبيعي ان هو لما يجي هيتابع من خلال الماتشات ويبقى قاعد في مدرج، شايف ليه رؤية معينة، شايف الناس كلها. في طبعا كابتن محمد يوسف اكيد موجود، والجهاز الفني كابتن سامي مصان والناس اللي موجودة اكيد هم برضو هينقلوا له الصورة بالنسبة للعيبة الموجودة والناس المصابة، والحمد لله ان في الحمد لله الناس اللي كانت مصابة ابتدت ترجع، فانا شايف ان شاء الله خير باذن الله. ولسه الدوري طويل و مع الاضافه الناس اللي موجوده، وان شاء الله انا سامع ان في حاجات كويسه يعني في الطريق باذن الله هتخلص قريب ان شاء الله. فانا شايف مع الاصابات ان شاء الله يعني النادي الاهلي هيبقى طبيعي ان ليه دور طبعا في الدوري، ولسه النفس طويل زي ما بيقولوا، وان شاء الله المنافسه حتى هتبقى للنهايه. خصوصا النادي الاهلي كان عنده ماتشات مؤجله، والحمد لله احنا ماشيين كويس جدا بغض النظر عن التعادل الاخير، ولكن الراجل عنده درايه بالناس كلها، بالناس المصابه، وكابتن يوسف طبعا والجهاز الفني اكيد بينقلوا له الصوره. فان شاء الله يبقى اضافه لينا، ويبقى ان شاء الله امتداد لمانويل جوزيه باذن الله في النادي الاهلي. يعني نطمن جمهور النادي الاهلي على المنافسه في الدوري الحالي، الاهلي قادر على الفوز بالدوري الموسم الحالي؟ اكيد طبعا. يعني احنا لو يمكن انا كنت سالت قبل كده عمر، النادي الاهلي كان ماشي وحش جدا في بطوله افريقيا الاخيره في البدايه، وصعد نهائي، صعد نهائي ولعب نهائي، ده النادي الاهلي طبيعي، يا اما بيبدا من البدايه قوي، يا اما لو حصل له تعثرات في البدايه في النهايات بيبقى النادي الاهلي ليه دور وليه كلمه. يعني انت بتتكلم يعني كفايه ان الناس كلها عارفه لما بتلعب النادي الاهلي في اسوء حالاته لحد الدقيقه 90 انت خايف من النادي الاهلي، ده طبيعي. يعني ما شفنا المباراه الاخيره مع الداخليه الاهلي بيتعادل في الوقت الضائع وكان هيسجل هدف الفوز، وقبل كده مباريات كتيره جدا. فانا بتكلم على ان انت لسه بدري ان شاء الله بالاصابات اللي جايه، الناس اللعيبه هتاخد ثقه كويسه. وعايز اقول حاجه، يعني المشكله مش في الناس اللي بتنافسك، الانديه اللي بتنافسك طبعا مع احترامنا الكامل ليهم، ناس يعني الزمالك ماشي كويس جدا، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده استقرار فني واداري، شايف ان هو بادئ من اول السنه كويس جدا. عندك بيراميدز عامل حاله، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، اداره طبعا اللي موجوده، الناس اللي موجودين. فانا شايف ان في حاله. طبعا انت كان عندك نادي الاسماعيلي كان من الناس اللي بتنافس، بس طبعا النهارده يعني الظروف بس فاز النهارده على نادي المقاولين، ودي هيبتدي يجي بعد طبعًا كده طبعًا. لكن هو اكيد ان هو ينافس على الدوري تبقى صعبه بالنسبه لنادي الاسماعيلي. فانا شايف يعني النادي الاهلي بياخد ماتشه زي ما اتعودنا على النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي عنده كمان خلي بالك الماتشين اللي هم نادي الزمالك رايح جاي وبيراميدز رايح جاي، فطبيعي النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى ليه بصمه في الماتشات دي، وده التنافس الفرق اللي هي بتقابلك او بتنافسك. فالنادي الاهلي قادر طبعا ان شاء الله باذن الله ان هو يكمل النهايه، بس المنافسه تفضل الاسابيع الاخيره، مش هتبقى زي كل موسم النادي الاهلي بيبقى واخد الدوري قبليها بفتره. طيب هتختلف ولا تتفق مع كابتن ابو المجد؟ كابتن ابو المجد قال ان اللعيبه الخمسه الموجودين رمضان صبحي او صالح جمعه او محمد محمود او محمود وحيد او جيرالدو، هو شايف ان انسب واحد للمباراه اللي جايه هو رمضان صبحي. تختلف ولا تتفق؟ ولو تتفق نتفق ليه، ولو نختلف مين من اللعيبه اللي كابتن امير ممكن يستعين بيها في مباراه بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه من اللعيبه اللي هيتعاقد معاهم؟ بص يا عمر، هو طبعا ابو المجد بيتكلم في نقطه مهمه، يعني هو انا اعتقد ان قصده على رمضان صبحي ان هو مش بعيد عن النادي الاهلي. بالظبط، هو جوه النادي الاهلي. مظبوط، مع ان هو بعيد عن الملعب، بعيد عن نفس الملعب. الوقت في اتنين لعيبه محمد محمود ومحمود وحيد هم لسه كانوا بيلعبوا مع فرقهم في الاسابيع الماضيه. بص في حاجتين، رمضان طبعا ابن النادي، ورمضان موجود في النادي وعارف اللعيبه كويس جدا، وعارف يعني عنده درايه كبيره جدا بالناس اللي موجوده، وعارف يعني ايه بتلعب في النادي الاهلي، فاكيد يعني مش هيحتاج حته الانسجام شويه. انت بتبقى خايف شويه من حته الانسجام، ولكن انت عارف النادي الاهلي اي لاعب بيدخل جوه النادي الاهلي بيدخل في الاجواء على طول. تمام. يعني ما بياخدش وقت. وفي نفس الوقت انت عندك اللعيبه اللي موجوده اللي النادي الاهلي جابها ناس تلعب في الدوري، يعني انت بتتكلم في محمد محمود ومحمود وحيد. محمود وحيد كانوا بيلعبوا في المقصه، فعارفين مين لعيبه بيراميدز ومين لعيب يعني ما لعبناش مع بيراميدز. صح، النادي الاهلي ما لعبش مع بيراميدز. مظبوط، لكن هو ممكن يكون لعب مع بيراميدز، لعب دجله، لعب مع بيراميدز، ممكن المقصه لعب مع بيراميدز، يعني الناس عارفه الدرايه اكتر كمان من النادي الاهلي. فانا شايف ان شاء الله ان هم هيبقوا موجودين مع النادي الاهلي بسرعه، وليهم اضافه، وهيبقى ليهم بصمه مع النادي الاهلي، ويعملوا اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. وجيرالدو طبعا اكيد يعني برضه لعيب كويس جدا ولعيب مميز، فانا شايف ان شاء الله يعني لو حتى اللعيبه الثلاثه جم او الاربعه دخلوا جوه الاسكور. طب وصالح؟ وصالح طبعا، وصالح برضه خلي بالك يعني صالح مش بعيد زي رمضان بالظبط،
صالح لعيب مهم جدا جدا جدا. وصالح انا يمكن انا كلمت معاه كتير كلنا والله اتكلمنا معاه كتير والناس كلها اتكلمت مع صالح. فانا شايف ان صالح مركز جامد جدا وعايز يعمل حاجه للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى يعني مركزين، الانسجام يدخل بسرعه ان شاء الله، وده اللي هيحصل وتبقى البدايه ان شاء الله بيراميدز ان شاء الله باذن الله. مباراه صعبه يا كابتن ما فيش شك، لكن النادي الاهلي ازاي فنيا يقدر يتفوق على نادي بيراميدز؟ النادي الاهلي بيلعب اي مباراه زيها زي اي مباراه، يعني بيلعب اي ماتش زي ما قلت لك بياخد الماتش بماتشه. وثاني حاجه النادي الاهلي يعني ما عندوش فريق كبير وفريق صغير، النادي الاهلي يعني بيفكر في حاجات تانية خالص، ان هو يكسب 3 نقاط في كل مباراه عشان ينافس على الدوري. فبيراميدز طبعا اكيد التركيز هيبقى شويه اكتر، لان انت عندك هم لعيبه كويسه جدا، عندهم لعيبه كويسه جدا، عندهم جهاز فني طبعا محترم وعنده خبرات. فانا شايف المباراه هتبقى صعبه، ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخد 3 نقاط ونستمتع بالمباراه باذن الله. والنادي الاهلي طبعا بيتمنى له التوفيق في الماتش، ودي البدايه خلي بالك، يعني انت ماتش بيراميدز ده ان شاء الله لينا ان انت تبقى البدايه ان انت تنافس على الدوري. يعني انت لو كسبت بيراميدز هيديك دفعه قويه جدا ان شاء الله تقابل بقى نادي الزمالك، والماتشات الثانيه طبيعي ان انت يعني ما عندكش اي بنط تقع منك ابدا، استحاله. فلازم تلعب على المكسب على طول، فاتمنى ان شاء الله تبقى البدايه ماتش بيراميدز. شايف الاهلي يا كابتن محتاج انه يدعم خط دفاعه، ولا الاهلي سوء الحظ والاصابات المتكرره هي السبب في ان يبان فجوه في خط الدفاع لدى النادي الاهلي؟ بص في حاجتين، انت عندك اصابات كتير، يعني في اصابات رامي وسعد، رامي وسعد بالظبط كانوا دول هم السيدباكات اللي هي المكان بتاعهم البوزيشن بتاعهم. انت عندك محمد هاني بيلعب باك رايت او بيلعب في نص الملعب، وايمن اشرف نفس الموضوع. فانا شايف ان اصابات مع ان انت لازم يبقى في تدعيم في خط الدفاع. انا شايف يعني يا كابتن صفقه ممكن نقول صفقه مساك في فتره الانتقالات الشتويه تكون حاجه مهمه، لازم يكون حد قوي، حد ليه اسمه وحد ليه خبراته. شايف ان شاء الله يعني مسؤولين في النادي لازم يبصوا الحته دي، مش ان الناس اللي موجوده ما بتاديش بشكل كويس. انا بتكلم عن اصابات عطلت نجيب وسعد ورامي، وعطلتنا احنا كمسؤولين في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. شايف ان يعني لازم اول حاجه نبص عليها حته، ان حتى لو جبنا واحد بس مع الاصابات، انت عارف الاصابات لما بترجع سعد هيكون راجع ونجيب ورامي ان شاء الله يبقوا هم كده كده موجودين واساسيين وعنصر اساسي وعماده رئيسيه في التيم. فانا شايف ان ممكن واحد لو جه النادي الاهلي جابه، اعتقد ان يبقى ليه يعني يكون حد تقيل في الحته اللي هي اللي ورا دي. شايف ان دي مش هقول ثغره بس، لكن هقول ان دي مقلقانه شويه لحد ما الاصابات الناس ترجع. ان شاء الله مش هيبقى في مشكله، انت عندك الحمد لله تعاقدنا مع ناس كويسه. وان شاء الله بقى لو في حد تاني في الطريق ربنا يسهل ويبقى اضافه ان شاء الله. طيب رايك في قرار مباراه الاهلي وبيراميدز يوم الجمعه بدون جمهور، ايه رايك؟ بدون جمهور، بص هو طبيعي النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتحب دايما بتلعب بجمهور، اللعيب رقم واحد محدش يختلف. يعني انا لما كنت بلعب وغيرنا لما كان بيلعب في النادي الاهلي تستمتع انت بالاجواء، الجمهور ليه دور كبير جدا جدا. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور بيفضل معاك من اول ثانيه لاخر ثانيه. انت نفسك زي الفنان كده، وانا بلعب مفيش جمهور مش عارف ادي. اللعيب نفسه لما بيلاقي جمهور بيستمتع وبيلعب وبيديله حماس، زي ما انت قلت لعيب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي. فانا يعني لو جمهور النادي الاهلي موجود ده طبيعي، يبقى انا عايز اقول لك ان مش هيبقى فيه فرق. احنا بقالنا 4 5 سنين او اكتر 7 سنين مفيش جمهور، صح؟ كان دايما قبل ال7 سنين دول كان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم والنادي الاسماعيلي الانديه الجماهيريه هم اللي كانوا في المقدمه. من 7 8 سنين و6 سنين و4 سنين و5 سنين انت طلع سموحه بينافس، طلع بتروجيت بيطلع من المربع الذهبي، النهارده الانتاج الحربي، بتلاقي دجله ساعات. يعني دول لو كان في جمهور مش هتلاقي اللعيبه مخضوضه اللي هي في الانديه دي طبعا. لكن بقى لنا فتره كبيره جدا سواء النادي الاهلي بقى في جمهور، ده حاجه مفروغ منها ان ده هيساند وهيبقى سبورت كبير جدا للعيبه. لكن بدون جمهور النادي الاهلي مش يعني مش هيركز في دي، خد بالك النادي الاهلي مش هيركز في حته ان في جمهور او مفيش جمهور، على قد ما ان هو هيركز في 3 نقاط مهمين سواء بجمهور او من غير. طبعا لو في جمهور تبقى حاجه قويه جدا وحاجه هتبقى مسانده للعيبه كبيره جدا. ف
يعني النادي الاهلي مش هيبص لحته سواء في جمهور او ما فيش جمهور، هيبص ان هو ثلاث نقاط مهمين في المباراه. يعني 2018 كانت السنه الثانيه على التوالي الاهلي بيخسر فيها نهائي دوري ابطال افريقيا. عايز اعرف رايك في القرعه الخاصه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي هيبدا مبارياته الجمعه اللي بعد لقاء بيراميدز على طول مع فيتا كلوب، وبعديها هيخرج فيها الجزائر علشان يلعب ضد فريق شباب الثوره. راي حضرتك في القرعه وشايف مجموعه الاهلي عامله ازاي، وازاي الاهلي يقدر ان شاء الله ان هو يعني يرجع لمكانته الطبيعيه على عرش بطولات افريقيا؟ بص، هو طبعا انا شايف ان القرعه متوازنه شويه، يعني ما هياش ضعيفه قوي ما هياش قويه قوي، ولكن النادي الاهلي زي ما قلت الناس كلها بتعمل له الف حساب. احنا البدايات هي بتبقى مهمه جدا في كل حاجه. يعني النادي الاهلي بدايات كانت ما كانتش كويسه في البطوله اللي فاتت، لكن النهايات وصلنا الفاينل ما كانش فيه نصيب، يمكن تاني مره على التوالي. لكن ان شاء الله السنه دي النادي الاهلي مركز جامد جدا في كل البطولات اللي موجوده هيشارك فيها النادي الاهلي ويرجع تاني ان شاء الله. انت بتتكلم في سنتين بس بعد عن بطوله افريقيا. لا احنا كابتن بنخرج من النهائي وزعلانين، يعني بنخرج من النهائي حضرتك يعني طبعا انت بتتكلم على جمهور لا يتقبل الهزيمه ولا حتى التعادل. بص، جمهور ولاعيبه واداره ومسؤولين جوه النادي الاهلي ما بيقبلوش غير بالمكسب، وخصوصا دي بطوله افريقيا. يعني احنا في كاس العالم الانديه اللي هو المفروض عندك انديه قويه جدا من اقوى انديه العالم انت موجوده في كاس العالم الانديه، احنا كنا بنبقى زعلانين على الماتش بنخسره. صح، ده طبيعي ولازم كلنا حسيناها البطوله الاخيره. بالظبط، ولو خسرت بطوله افريقيا بتبقى بالنسبه لك كارثه، وجمهور النادي الاهلي بتبقى بالنسبه له كارثه، لان النادي الاهلي دايما متعود على النهائيات، متعود ان هو ياخد بطولات. النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا والوطن العربي عامه، حتى عالميا الحمد لله النادي الاهلي معروف، بقى لنا كام سنه كنا بنلعب كاس العالم الانديه. فالنادي الاهلي كبير وان شاء الله هيفضل كبير، وانت بتتكلم في سنه سنتين طبعا حصل دروب في نهائيات افريقيا، لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر. بداياتها هتبقى مهمه جدا جدا جدا، اللعيبه اللي موجوده لازم تتعلم من الخطا بتاع ان انت يعني ان انت النهارده خسرت بطوله افريقيا اللي فاتت، لازم يراجع نفسه ويراجع الشريط اللي هو بعد المباراه اللي احنا خسرناها الاخيره بتاعه الترجي كان حالته عامله ازاي. لازم اللعيب يفكر من دلوقتي عشان يبقى ده هدف قدامه، ان هو لا يبدا كويس جدا عشان يوصل للنهائي ان شاء الله نهائي افريقيا، ما يرجعش شريط اللي هو الحاجات السلبيه اللي حصلت في ماتش الترجي الاخير في البطوله الاخيره، ويبقى عنده هدف البطوله ان انت دخلت. يعني محمد محمود والناس اللي دخلت، محمود وحيد والناس دي كلها عارفه يعني ايه نادي الاهلي. يعني انت داخل انت دايما فاعل مش رد فعل. صح، بتلعب دايما على المكسب، بتلعب دايما على البطولات. فدي ان شاء الله لعيبه انا اعتقد ان هي تعلمت الدرس، وان شاء الله نوصل نهائي افريقيا باذن الله ونعمل اكثر. نهائي افريقي الكابتن امير فاكره مع النادي الاهلي اكيد القطن. اكيد. طيب صح، كان يعني كانت بطوله كنت بتلعبوا في جروه، النادي الاهلي تفوق. كنت معانا عمر ساعتها؟ لا انا ما كنتش معاك، كنت في بلجيكا. لكن كابتن امير يعني جيل، كان جيل تقيل، كان لعيبه كلها مميزه ولعيبه مهمه، لكن يعني تقول يا كابتن الكواليس والذكريات الخاصه بالمباراه النهائيه علشان نسترجع كده ذاكره الفوز والانتصارات. بص، يمكن انا الحمد لله خدت حوالي 4-5 بطولات افريقيه، فدي حاجه كويسه جدا. بس دي المميزه كابتن امير. بص، دي كل مميز بالنسبه لك في السي في بتاعي. ان انت تاخد طبعاً بطولات طبعاً حاجه كبيره جدا طبعا لاولادك بقى وكده، وفي تاريخك وفي اسمك. لكن وصفقش ماتش الصفاقس كان طبعا بطوله صعبه جدا، وكان نهائي غريب ونهائي احنا صعب. احنا ماتش الصفاقس كنا رايحين واحنا مشدودين واحنا علينا ضغط ولازم نكسب، لكن القطن كان الموضوع كان عندنا اكتر من حل، كنا ممكن نتعادل، كنا ممكن نكسب، كان القطن الكاميروني هو اللي نازل مضغوط. وكمان حضرتك لما تلعب في افريقيا غير لما تلعب في تونس. طبعا. ايه الفرق بقى كابتن ما بين اللعب في افريقيا واللعب في البلاد العربيه؟ بص، الثقافة في البلاد العربية هم بيعرفوا يلعبوك كويس جدا، عندهم ثقافة. يعني شمال افريقيا عامة بيبقى عندهم ثقافة، بيبقوا عارفين كويس قوي يتعاملوا معاك نفسي قبل المباراة. الثقافة الفكرية بتاعت الكورة غير افريقيا، افريقيا بتلعب بتعتمد على العنف دايما، لكن افريقيا يعني الترجي والشمال افريقيا والفرق دي، الفرق المغرب وفرق الجزائر، بيعرفوا يعاملوك نفسيا كويس. انت عندك افريقيا بيلعبوا على الخشونه زي ما قلت. يمكن ماتش القطن الكاميروني زي ما انت قلت في البدايه كان هو المضغوط، لان احنا كسبنا هنا 2-0، كان وائل جمعه اعتقد
تقريبا فلافيو. تمام. وهناك الكابتن احمد حسن جاب جول في اول الماتش فده فرق معانا جامد طبعا، فتشدوا فلازم يجيبوا اربع اهداف. الحمد لله لعبنا ماتش كويس. البطوله دي كانت بالنسبه لي بطوله مميزه جدا، مميزه جدا، وخصوصا ان انت يعني في نص او في بدايات البطوله كان الحضري مشي وكانش فيه غير انا احمد عادل عبد المنعم متأيدين، وانا كنت مصاب اصلا يعني كملت بلعب وانا مصاب في البدايه. تمام. فلحد ما جانا رمزي صالح وكملنا البطوله. فكانت بطوله صعبه جدا جدا جدا. انت عندك انيمبا غير انيمبا دلوقتي، القطن الكاميروني غير القطن الكاميروني دلوقتي، بتتكلم في في, في في جيل، وبتتكلم في سنين، وبتتكلم في عقليات لعيبه، كان موضوع مختلف تماما. كانت بطوله صعبه. كنا دايما مستر مانويل كان يقول لك لازم تكسب هنا او البدايه لازم تبقى قويه بحيث ان انت ما تروحش متنشن. يعني كان في مواقف جامده جدا، اعتقد موقف منهم ماتش انيمبا هناك واحنا رايحين بنتمرن، كان مستر مانويل مرونا في ارض في يعني ملعب ما ينفعش يبقى ملعب، في جنينه، جنينه فيها مطبات وما ينفعش. فراح قال لهم احنا هنوريكم زي ما حصل في الصفاقسي هنا، تعدوا معنا 1-1 وبعد كده رحنا هناك سبان الخطير. رحنا هناك كانوا فرحانين وقال لك احنا خلاص كسبنا. ده العامل النفسي اللي بتكلم فيه في شمال افريقيا. قال لهم لا، دخل لهم الاوضه قال لهم احنا هنكسبكم هناك. ماتش الصفاقسي، ماتش الترجي، يعني مستر مانويل جوزيه دخل الاوضه للعيبه الصفاقس او للجهاز او للاداره الخاصه بنادي الصفاقس، قال لهم احنا هنكسبكم هناك. هنا احنا هنا تعدينا 1-1 مع دخل لهم الاوضه هنا، دخل الاوضه قال لهم لا هم بيحتفلوا طبعا، بيحتفلوا فرحانين. فدخل على الباب كده قال لهم بصوا هناك هكسبكم. تمام. فالناس كانت بتحترمه طبعا، بيقول يعني هو طبعا يعني صعب قوي كابتن المدرب لو غير منه الجزيه يعمل الخطوه الجريئه دي. رحنا هناك كسبنا ماتش الصفاقسي، ماتش الترجي هنا تعادلنا 0-0 اللي كابتن سيد ابو حفيظ جاب فيه هناك تعادلنا 1-1 جاب جول من بعد نص الملعب. عارف يا كابتن مين اللعيب اللي رد له الكوره؟ كان راضي الجعايدي، واحد من نجوم منتخب تونس ونادي الترجي، اللي رد الكوره لكابتن سيد. كابتن سيد اخذها بوش رجليه من نص الملعب. فاكر ان تقريبا شادي او وائل جمعه، مش فاكر، اللي عمل الواحده الطويله لكابتن، لا دي بتاعت ابو تريكه، بتكلم على ماتش الترجي. ماتش الترجي بتاع سيد كابتن سيد ابو حفيظ. لا لا، ده رادي الجعايدي اللي كانت كوره ملعوبه، انا مش فاكر مين اللعيب اللي هي اتردت من رادي الجعايدي في خط الدفاع، وكابتن سيد لعبها على طول بوش رجليه. يعني كانت بطوله من دي بصراحه من اصعب البطولات اللي كان فيها الترجي وسان داونز. كابتن خالد بيبو كانت البطوله بتاعته دي 3 اهداف في نهائي افريقيا واربع اهداف على نادي الزمالك، ودي كانت يعني سبب في شهرة كابتن خالد بيبو بشكل كبير جدا جدا. ما انا بقول لك احنا كنا هنا تعادلنا 0-0. تمام مظبوط. وفرحوا وفرحانين في الملعب وضيعوا وقت وحاجات غريبه جدا. دخل برضه مستر نور قال لهم انا هكسبكم هناك، يعني هاخد البطوله من هناك. هو متخصص بلد عربيه. طبعا هو عارف، لا هو عارف بيتعامل نفسي كويس. عارف ان هم اذكياء جدا في التعامل النفسي. فهو اتعامل معاهم بنفس الطريقه والحمد لله. كان يعني كانت يعني هو راجل بس الحماس والعزيمه والاصرار في اجيال طلعت. هو كان ليه دور كبير جدا، قعد مع النادي الاهلي كام سنه. قعد ولايتين، الولايه الاولى اللي حصل فيها على دوري ابطال افريقيا، والولايه الثانيه اللي حصل فيها على كل البطولات. بالظبط كده. فهو طبعا يعني كلنا اتعلمنا من كلنا طبعا، مدربين، لعيبه، عمال، كل الناس اتعلمت مستر مانويل. كان اضافه قويه جدا جدا بالنسبه لنا في تاريخ، واسطوره يعتبر في التدريب في النادي الاهلي. لكن هرجع تاني لماتش القطن الكاميروني. البطوله دي كانت بالنسبه لي كانت بطوله مميزه. كان طبعا خصوصا ان كان الناس حاطه امال كبيره جدا عليا في البطوله دي. الحضري كان ماشي وكان يعني في ضغط. مستر مانويل جوزيه راهن عليك. هو راهن عليا الحمد لله. هو كان بيراهن عليا وانا في موجود اصلا، والحضري موجود، لان انا كنت بلعب بس مش بصفه اساسيه. كنت بلعب الكاس كله، كنت بلعب الكاس لعبته، وكنت انا الحمد لله اخذت احسن حارس في البطوله الكاس، وخدنا الكاس بتاع ماتش 4-3. وكنت بلعب، كنا دايما في الفتره دي بناخد الدوري باسابيع اخيره، بتبقى خلاص انت كده بيريح بقى الاساسيين مستر مانويل، واحنا بنلعب. فكنت بلعب بس مش بصفه اساسيه، لكن كنت بلعب كاس، كنت بلعب ماتشات معينه. حضرتك كان مصاب ماتش او ماتشين فكنت بلعب. فهو كان مراهن عليا، كان عنده ثقه كبيره جدا فيا الحمد لله. ولما الحضري مشي كان حتى هو كان دايما بيتكلم معايا ويقول لي بص هي جات لك الفرصه، انت كده كده جول كويس موهوب، وهتبقى يعني ليك دور كبير جدا، انت عندك شخصيه من وانت صغير في النادي الاهلي. ودي مهمه ان انت تبقى ابن النادي عنده شخصيه، عارف يعني ايه مكسب، عارف يعني ايه تتحط تحت ضغوطات. فالحمد لله كان مراهن عليا، والبطوله دي كانت بطوله صعبه بس الحمد لله طبعًا. يعني كان ليا دور مع زمايلي ان احنا ناخد البطوله يعني. طيب عايز اسال حضرتك، طيب بص يا كابتن، القضيه لقطات موجوده معانا من مباراه الاهلي والقطن. انت كابتن دخلت اخدت ايه وجريت؟ ده التيشيرتات بتاعت الشامبيون. يعني دي التيشيرت اللي المفروض هتلبسوها بعد المباراه اللي مكتوب عليها الابطال، فاخدت التيشيرت
بتاعتك ومعايا تيشرت ابيض انا ما كنتش سايبه خالص. ده بتاع الابيض ده بتاع الله يرحمه محمد ابو هاب الله يرحمه. كنت جايب التيشيرت وانا كنت عامله فجاه ما كانش حد عارف الموضوع ده خالص غير تقريبا عم حنف الله يرحمه. الله يرحمه عم حنف ياوت الله يرحمه بالظبط. فالتيشيرت بتاع عبد الوهاب كنت انا واخده معايا وعارف ان احنا هنكسب بطوله وهديها له، لان طبعا الجمهور كان دايما بيشجعنا ويقول لك افريقيا يا شباب وحياه عبد الوهاب. عبد الوهاب طبعا في القلب بالنسبه طبعًا لنا طبعا فاكر انا يعني كانت اجواء صعبه جدا وصعبه طبعًا. ويعني كانت بطوله كويسه جدا يعني. طيب عايز اسال حضرتك، الاتحاد الافريقي دلوقتي بعد ما احنا بنتكلم في حوالي 10 سنين من 2008 ل 2018 الاتحاد الافريقي بيحاول ان هو يطور من البطولات الافريقيه. بطوله افريقيا كانت بتبقى في نفس الاعوام اللي بيقام فيها بطوله اوروبا كل سنتين، دلوقتي بقت تقام في الاعوام الفرديه وفي نفس الوقت بتقام في الصيف علشان يكون كل الدوريات متوقفه. دوري الابطال والخطه اللي ماشيين فيها حاليا ان هي تبدا مع بدايه الموسم وتنتهي مع نهايه الموسم، تبدا من سبتمبر وتخلص في مايو او اول يونيو. هل حضرتك شايف ان التطوير ده في صالح لاعب كره القدم الافريقي والانديه المصريه وان هي هتريح اللعيبه بشكل عام؟ اكيد طبعا، خصوصا انت شفت في اوروبا كل السيستم محطوط، يعني انت قبل ما تبدا دوريات اوروبا يعني الدوريات اللي في العالم كله اسبانيا صح. ايطاليا انجلترا فرنسا عارفين في بلان محطوطه، عارفين ان انت يوم كذا عندك كذا، عندك كريسماس يوم كذا هترجع يوم كذا، عندك ماتشات وديه للمنتخبات يوم كذا. فانا شايف ان دي حاجه كويسه للاتحاد الافريقي لما يتعلم من الاتحاد الاوروبي ويعمل اسس ويعمل بلان للبطولات افريقيا. اعتقد ان دي هتريح اللعيبه، خصوصا ان انت عندك يعني النادي الاهلي والانديه اللي في مصر بتلعب في افريقيا في وقت معين، وبعد كده شويه بيبقى عندك منتخب في وقت معين، وبعد كده ممكن يبقى عندك كاس عالم انديه بعديها. فانا شايف ان الاتحاد الافريقي لما بيفكر في حاجه ايجابيه دي اعتقد ان هي هتبقى كويسه جدا للعيب عامه، ودايما انت طالما في تطور اعتقد ان دي هتريح جامد جدا، وخصوصا ان احنا كمان معانا محمد ثابت حد طبعًا مصري وحد طبعًا وحد حبيبنا جدا وشرف لينا وفخر لينا ان هو يكون موجود، فاعتقد ان برضه هيبقى ليه دور كبير جدا. فانا شايف ان الاتحاد الافريقي اكيد مع التغييرات دي ان شاء الله هيعمل سيستم وبلان كويسه للانديه المصريه يعني. طيب افريقيا فيها كابتن مواهب، اعتقد افريقيا فيها لعيبه ممكن الاهلي يستفيد منهم. تكليف الاستاذ محمد الجرحي بالملف الخاص باكاديميات النادي الاهلي في افريقيا، وحضرتك كنت واحد من اللعيبه اللي طالبوا بانشاء اكاديميات في افريقيا للاستفاده والاستعانه بمواهب ممكن الاهلي يستفيد بيها بمبالغ بسيطه جدا، بدل ما بنشتري لعيبه بمبالغ كتيره جدا ممكن نجيب لعيبه صغيره في السن ونقدر ان احنا نستفيد منها. ازاي شايف الخطوه دي؟ بص يا خطوه كويسه جدا، يمكن احنا من فتره كبيره جدا خد بالك كان ارسنال كان تقريبا عنده اكاديميه في افريقيا. جي ام جي اللي دجله كان بعد كده استعان بيها كان عنده اكاديميه في افريقيا بيستفيد منها باللعيبه. ارسنال كان مين اللي في الاكاديميه من ارسنال؟ كان ابوي تقريبا كان موجود. كان في اصلا ارسنال كان في فتره بتاعت ارسنال فينجر كان في لعيبه جدا من افريقيا بالظبط، وكان فاينورد اصلا كمان كان عنده اكاديميه في جنوب افريقيا، واياكس كمان عامل نادي اياكس كيب تاون. ف تجربة الكرة الأفريقية الأوروبية كابتن دي أصلا موجودة من فترة كبيرة جدا. موجودة خصوصا أن أنت دلوقتي أنت النهاردة كرة القدم بتبقى مفتوحة على مصراعيها زي ما طبعا عندك اللعيب الأفريقي النهاردة ليه قيمة غير الأول. النهاردة شفنا صلاح، شفنا ساديو ماني، شفنا النجوم الأفارقة الموجودين دول ليهم باع وليهم اسم كبير جدا بره. فأنا شايف أن الأكاديميات لما تكون في أفريقيا أعتقد أن هي هتبقى لها دور كبير، وخصوصا ان انت عندك الـ 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 الاجيال الاجيال في افريقيا دلوقتي بقى في لعيبه كبيره جدا. انت النهارده بيبقى لعيب عنده 15 16 سنه بتلاقيه بيحترف في اوروبا طبعا في بس هم كابتن ما عندهمش العوائق اللي موجوده في مصر ولا التعنت اللي موجود من الانديه من الاحتراف. بص احنا عندنا مشكله رهيبه جدا ان انت عندك اللاعب نفسه وهو صغير ما بيجي له عقد احتراف بتبقى الامور صعبه جدا، بتحسبها ماديا، بتحسبها بتقول عليه لسه صغير. لكن افريقيا انت اول ما بيتولد بيطلع كويس، امكانياته البدنيه الفنيه كويسه بيروح اوروبا على طول. ودي برضو موجوده في شمال افريقيا. انت عندك النهارده في لعيبه من تونس والمغرب والجزائر دول من هم صغيرين بيسافروا بره، غير ان هم عندهم جنسيات اصلا. فانا شايف ان يعني في افريقيا في اجيال كويسه
والاكاديميات في افريقيا اعتقد ان هيبقى لها دور كبير جدا ان انت تخرج ناس بره. ان شاء الله النادي الاهلي يبقى ليه دور برضه فيها يعني ان شاء الله. طيب هسالك سؤال ممكن هك تديني رايك فيه، مش شرط ان احنا نتكلم عليه فنيا، لكن عايز اعرف هل ممكن قرار زي القرارات اللي احنا ممكن نسمعها باعتبار اللاعب الشمال افريقي لعيب مصري، هل ده ممكن يفيد ولا يضر الكره المصريه؟ ان هو ايه تاني من اللاعب الشمال الافريقي، اللاعب تونس الجزائر المغرب، ان هو يبقى واحد من اللعيبه المحليه وما يتمش اعتبار واحد من اللعيبه الاجنبيه، هل ده حضرتك ممكن يضر الكره المصريه ولا يكون يعود ليها بالنفع بالعكس كمان؟ يعني اللاعب المصري كمان ممكن يتم اعتباره في دول المغرب والجزائر وتونس لاعب محلي وليس لاعب اجنبي، هل ده شايف ممكن يضر ولا ينفع الكره المصريه؟ انا شايف انه ممكن يضر، يعني يدور الكره المصريه زي ما احنا عندنا ازمه في الهجوم وفي الحراس انت عندك في الحراس، يعني انت النهارده لو كنت انت الحراس مرمى كانوا موجودين كان عندك مين؟ ما كانش فيه غير الكابتن نادر السيد والكابتن عبد الحضري، وبعد كده بقى ما تعرفش مين اللي طالع بقى. تلاقي بقى حد صغير، كان عبد الواحد طالع ولا عبد المنصف ولا انا ببقى طالع، تبقى حاجات يعني غير دلوقتي انت منع حراس مرمى فعندك 6-7 حراس مرمى موجودين صح. فانا شايف ان دي هتعمل مشكله كبيره جدا، لكن لو حد مثلا من سوريا فلسطين بيتعامل كأنه مصري ممكن، لان مش هتلاقي العدد كبير، لكن انت لو جبت ناس من شمال افريقيا في عدد كبير يعني موجود فهتعمل مشكله كبيره يعني. طيب نروح من الاهلي بقى للمنتخب ونتكلم شويه على منتخب مصر، ورايك في المنتخب ولايتين، ولايه مستر كوبر وولايه مستر اجاري، عايز اعرف راي حضرتك في الولايتين وايه الاختلافات و مين اللي شايفه ممكن يكون يحقق الانجازات اللي مستر كوبر معرفش ان هو يرضي بيها طموحات الشعب المصري؟ لا هو مش يرضي، انت لا هو الراجل عمل يعني الراجل عمل ارقام طبعا، لكن كاس العالم احنا شفنا ان الاداء دفاعي وده ما يرضيش طموحات الشعب المصري. الشعب المصري عايز جيل الكابتن حسن شحاته او جيل الكابتن امير عبد الحميد مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، الكره الهجوميه، ماتش البرازيل، ماتش ايطاليا، الكره الهجوميه اللي احنا متعودين عليها. فعايز اعرف راي حضرتك في الولايتين وشايف مستر اجري ازاي، وهل فعلا تم اختباره اختبار حقيقي امام منتخب تونس ولا لسه البدايات جايه من بطوله الامم الافريقيه اللي جايه؟ بس كوبر يعني عمل انجاز، وصلنا كاس العالم، وصل نهائي افريقيا، لكن هو طبعا انت عارف انت الطموح يعني الناس بتبقى عندها عايزه زياده اكتر بالظبط. حصل دروب في كاس العالم، شايف انه نفسي اكتر باصابه صلاح. صلاح كان له دور كبير جدا مظبوط، يعني نفسي جامد قوي لما اتعور. اعتقد ان صلاح لو كان بدا كاس العالم وكان ما كانش اتعور يعني وكمل في المعسكر بتاع كاس العالم، اعتقد ان اللعيبه كانت نفسيا هتبقى احسن من كده بكتير. الدور صلاح كان هيبقى اقوى من كده بكتير، يمكن صلاح لعب بنص قوته كمان حتى مظبوط ربع قوته وجاب جولين في كاس العالم. فانا شايف ان فتره مستر كوبر خلاص انتهت، شايف ان هو برضو عمل انجاز. مستر اجيري اكيد مع يعني اسم كبير وليه تاريخ، وهو دلوقتي طبعا بيلعب بشكل هجومي، عندك الحمد لله حاله اللعيبه كلها المحترفه حاله كويسه جدا، الناس كلها بتشارك. في مصر هنا حصل بعض الاصابات، طبيعي ان الفكر مختلف شويه في حته ان اختيارات اللعيبه النهارده بتتكلم في الاعمار السنيه صغيره. مستر اجيري والكابتن هاني رمزي، طب رايك فيها يا كابتن امير بابعاد اللعيبه اللي فوق ال 30 سنه والاستعانه بلعيبه شباب، وان هو عايز يبني الكاس عالم جاي بجيل معدل الاعمار فيه كلها عشرينات؟ هو ليه حق طبعا شرعي ان هو يبني جيل كويس جدا للبطولات اللي جايه وكاس العالم اللي جاي، ولكن انا شايف ان انت لو عندك 3-4 مهمين عندهم خبرات حتى لو مش هتلعبهم لازم يبقى لهم دور، دور القائد، دور الليدر اللي موجود، ان هم يجمع الناس، يبقى انت نفسك محمي بيهم. لازم عندك 4-5 من وليد سليمان واحمد فتحي، الناس دي لازم تبقى موجوده. شايف ان احمد ان محمود علاء لازم يروح منتخب مصر، شايف ان مين تاني، في ناس تانية انا عايز اجي اقول لك على حاجه. كابتن هاني رمزي لما لعب بدايه حياته مع منتخب مصر كاس عالم 90 كان لعيب صغير في السن، لكن اللي حواليه كلهم طبعا كانوا خبرات، بنتكلم في معدل اعمار ممكن اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، لكن في الاخر منتخب مصر ادى اداء رائع جدا. زي ما حضرتك قلت ان اللعيبه الكبيره حتى لو مش هيلعبوا على الاقل يكون ليهم تواجد، اكيد هيكون ليهم خبره، وفي نفس الوقت اللعيبه الصغيره لما تلعب وسط او تبقى موجوده وسط لعيبه نجوم ولعيبه عندها خبرات ده هيفيدهم بشكل عام في المرحله اللي جايه. وخصوصا عمر انت عندك كمان في الدوري المصري في ناس بتقول لك ايه، انا مش هصرف فلوس كتير هجيب لعيبه صغيره وهطلع لعيبه صغيره من الناشئين، ده على طول بيحتاس في اول الدوري
يعني بيبقى عنده فكر يقول لك مثلا ايه، انا عندي اللعيبه هجيب لعيبه صغيره شصب طلع من الناشئين، بتلاقيه بيجي بيبدا بدايه وحشه جدا، وفي الاخر بقى يروح جاي في يستنى بقى انتقالات يناير ويجيب لعيبه اسماء خبرات في الدوري، فبيكون خلاص حصل الدروب ما بيلحقش يرجع تاني. بص الكابتن شوقي غريب من الناس المحترمه جدا، انا اتمرنت معاهم، اول حاجه لما يجي يمسك فريق اهم حاجه عنده اللعيبه الخبرات سواء في الملعب او بره الملعب، تمام؟ فهو القصه كلها ان اسماء الكبيره والخبرات اللي موجوده دي مهمه جدا جدا، سواء انت كمدير فني عايز تلاعب حد او مش هتلاعب حد بتاعتك انت، لكن لازم يبقوا موجودين، لازم ليهم دور سواء بره الملعب او جوه الملعب. فانا شايف ان هو حقه طبعا صح. مستر اجير ان هو يطلع ناس صغيره يعمل جيل للسنوات اللي جايه، ولكن لازم يبقى معاه ناس على الاقل الفتره دي، على الاقل كرم الناس اللي موجوده، وليد سليمان، احمد فتحي، محمود علاء لازم يروح منتخب، في لعيبه كتير، مصطفى فتحي لازم يروح تاني، عندك النهارده مؤمن زكريا وشادي حلو لازم يرجع تاني وهكذا، صالح جمعه لما يلعب يبقى كويس لازم يرجع تاني، رمضان صبحي لازم يرجع تاني وهكذا. فانا شايف ان طبعا فكر كويس ان انت تبقى في ناس صغيره، ولكن لازم يبقى مطعم بناس خبرات يعني موجوده. طيب هل حضرتك شايف ان مصر لو نظمت بطوله كاس الامم الافريقيه القادمه 2019 ممكن يكون ليه دور كبير في فوز منتخب مصر بالبطوله، ولا في 2019 الموضوع مش زي 2006 منتخب مصر يقدر ان هو يفوز بالبطوله ايا كان فين بتتلعب؟ بص البطوله اللي فاتت كمان انت كانت محطوطه معموله فين؟ كانت معموله في الجابون، في الجابون اعتقد، في الجابون، واللي وصل النهائي منتخب مصر. فيعني طبيعي ان انت لما تلعب يعني تلعب بطوله هنا على ارضك اكيد مع الجمهور ان شاء الله اكيد ان لازم الهدف العام ان انت توصل او الجمهور او الجهاز الفني لينا كلنا، انت لازم طبيعي ان انت هتبص ان انت لازم تلعب في فاينل هنا. فانا شايف ان الجيل اللي موجود جيل كويس جدا، سواء بقى بطوله اتعملت بره او اتعملت هنا اعتقد مش هتفرق، ولكن فرصتنا تبقى كويسه جدا توصل لنهائي افريقيا هنا مع الجمهور مع اللعيبه المحترفه اللي موجوده، اعتقد ان شاء الله يبقى تبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله وناخد البطوله باذن الله. هل اللاعب المصري بيكون اكثر وطنيه وحماسا مع منتخب بلاده اكتر من اللعيبه الافريقيه اللي بتشارك من اوروبا مع منتخب بلدها؟ وحضرتك لعبت ضد منتخبات كتيره ونجوم كتيره، لكن مردود اللاعب مع فريقه يعني بنتكلم على ميكاليلي مثلا مع تشيلسي كان مختلف عن الكاميرون، وبالتالي انا بقارن كمان صامويل إيتو مع برشلونه ومع الانتر غير لما كان موجود مع الكاميرون، هل المقوله دي حقيقيه؟ وفي ناس بتتكلم على ساديو ماني مع السنغال دلوقتي في مشاكل. طيب حضرتك عارف ان النهارده تم اختيار افضل لاعب في السنغال، تم اختيار كوليبالي لاعب نابولي على ساديو ماني. ما انا بقول لك كان في مشكله، كانت كارثه بالنسبه للمحللين والنقاد. بالظبط، هم واضح ان الناس هناك بيقولوا ان ساديو ماني بيجي ما بيركزش زي ما بيعمل بيلعب في ليفربول والكلام ده. انا شايف ان يعني بص هي في افريقيا مختلفه شويه، المينتاليتي مختلفه يا كابتن، ما بيكونش في دوافع، ما بيكونش في حاجه ان هو يلعب ليها، ولا اللاعب المصري هو متربي على الوطنيه وعلى اسم البلد ومتربي على ان هو دايما بلده فوق اي شيء، بيجي البلد بعديها النادي، هل حضرتك الكلام ده فعلا احنا بنتربى عليه ولا مجرد شعارات احنا بنسمعها؟ لا بص هو حسب الحاله، يعني حاله اللاعب، يعني احنا انا فاكر كنت صغير ايام الكابتن هاني رمزي كان يقول لك ايه لما بيجي هنا يقول لك ده خايف على رجله عشان في المانيا في كازاسلاوتر تقريبا قالوا له خلي بالك. النهارده محمد صلاح لما اتعور جات له الضمه الناس قالت ان هو في ماتش اعتقد مش فاكر كان فين، سوازيلاند تقريبا حاجه كده، كان هنا سوازيلاند المباراه اللي اتلعبت هنا والمباراه الثانيه اللي غاب عنها استاد السلام، تمام، لما جات له الضمه او كده وجاب هدف، قالت ده محمد صلاح مريح عشان ما يلعبش مع المنتخب. هي حسب الحاله وحسب المود بتاع الناس عامه، لكن انا شايف ان اللعيب المصري لما بيجي الناس بتتكلم على النني، لما بيجي مش زي الارسنال، لا النني من احسن الناس. هل مع قرار النني ان هو يروح ليستر سيتي في شهر يناير علشان خاطر يلعب وياخد حساسيه المباريات قبل امم افريقيا اللي جايه، ولا يستنى في ارسنال؟ انا شايف ان هو يستنى شويه، هو كده كده بيلعب يعني، بس بيلعب بفترات متقطعه، بس بيلعب في ارسنال وبيلعب طب حضرتك لو مدير فني وانني عندك بيلعب في ارسنال او هو موجود في ارسنال بس مش بيلعب، هتلعبه ولا هتلعب واحد تاني بيلعب في نفس مركزه؟ سؤال صعب. بص هو الناس معاه يعني رمزي ماشي كويس جدا في نص الملعب، يعني عندهم لعيبه كويسه جدا، لكن النني ليه دور كبير جدا جدا جدا، وارسن فينجر لما تعاقد معاه اكيد طبعا كان عارف ان هو عارف ليه رؤيه لكن امري يا كابتن مختلف، امري تحس ان هو عقليه مختلفه، امري بيحاول ان هو يعني يستعين ببعض اللعيبه الثانيه، وهو ممكن يكون مش عايز يستعين باللعيبه اللي ارسن فينجر كان بيعتمد عليها، ليه عقليه مختلفه شويه عن فينجر، لكن
للاسف الفتره الاخيره ماشي بشكل وحش. لكن حضرتك مع بقاء النني في ارسنال على الاقل السنه دي. يعني السنه دي كمان ليستر عايز القوة ده من السنه اللي فاتت عايزينه. يعني وكان تقريبا دورتموند كان عايز النني برضه. فانا شايف ان النني يعني من الناس المخلصه جدا للمنتخب طبعاً. الموجوده طبعا كل الناس اللي الموجودين محترفين اعتقد ان هم مخلصين لبلدنا وللوطن وللفريق والمنتخب. لكن في افريقيا بتختلف شويه العقليه. يعني انت النهارده مين اللي خد بطوله افريقيا الاخيره اللي كان ضدنا؟ كاميرون. طبعا الكاميرون كان فيه لعيبه كتيره جدا كانت تقول لك ان احنا ما بناخدش فلوسنا ما بناخدش الحوافز بتاعتنا فما حدش يعني في 4 5 6 لعيبه او 10 لعيبه اعتقد ما راحوش افريقيا مع البطوله وخدوها وحظهم يعني سوء الحظ ان هم فازوا باللعيبه اللي كانت موجوده بالظبط فدي جت على دماغهم زي في ما في افريقيا افريقيا بعض اللعيبه يعني بعض اللعيبه بتقول لك لا انا مش هروح انا اللي يوديني وانا ما بتعاملش كويس نفسيا وهكذا لكن احنا في مصر الحمد لله الناس كويسه جدا كل اللعيبه اللي محترف انا لعبت معاهم وعارفهم وانا حتى لما بطلت انا دول صحابي وعارفهم فاللعيبه كلها عندها انتماء للمنتخب وبتختلف الثقافه المصريه عن افريقيا اللعيبه اللي هي الافارقه وده يمكن اخر حاجه شفناها زي ما حضرتك قلت ساديو ماني الناس كلها بتتكلم عليه في السنغال يقول لك بيجي بي 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 بيتغر على الناس ويتنك على الناس ما بيلعبش بنفس اللي بيلعب بيه في ليفربول حتى ميسي الناس يعني لو خد هنبعد شويه عن ميسي ميسي هناك في ارجنتين يقول لك لا هو بيلعب في برشلونه غير الارجنتين فمقوله بتتقال وخلاص كابتن امير شرفنا وقتنا واستمتعت بالحوار مع حضرتك حبيبي يا عمر ربنا يخليك ومسي ليك وانا مبسوط ان انا معاك النهارده وانا اخليك بالتوفيق دايما ان شاء الله ربنا يخليك دي كانت نهايه فقره الحواريه الثالثه في الاهلي الليله مع نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن امير عبد الحميد نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته